استغلالا للمعلومات وردت للفرقة الجنائية بالمسرح ولاية الشرطة القضائية بأمن ولاية شلف تفيد بوجود أحد الأشخاص بحوزته أجهزة حساسة ومناظير، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه وبحوزته منظارين، ومواصلة لإجراءات التحري والتحقيق أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه الثاني وبحوزته على 16 منظار، وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية وحيل المشتبه فيه أمام الجهة القضائية بشلف.